بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 50. بسم الله الرحمن الرحيم. أحكام الصلاة على الميت. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورزقنا الله وإياكم الفقه في دينه والعمل بشريعته والإخلاص لوجهه الكريم. ثم نواصل معكم الحديث في موضوع مهم، وهو موضوع الصلاة على الميت ومعرفة أحكامه. فالصلاة على الميت فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي من المسلمين حصل المطلوب، وإلا طولب بها الجميع ممن علموا بحاله من المسلمين. والصلاة على الميت ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أما الكتاب في قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم، يعني المنافقين، مات أبدا. فمفهوم الآية الكريمة أن المؤمن يصلى عليه. وأما السنة فلأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على الميت وفعله المستفيض في أحاديث كثيرة أنه صلى على الأموات، وكقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على أطفالكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله. والصلاة على الميت المسلم من أفضل القربات، وفي فعلها أجر عظيم، وهي من حقوق الميت المسلم على إخوانه المسلمين، وهي دعاء للميت وشفاعة له عند الله تعالى، لما في صحيح مسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وفي حديث آخر تحديد العدد 40. فينبغي للمسلم أن يحرص على المشاركة في الصلاة على أخيه المسلم والاجتهاد له في الدعاء، وكلما كثر عدد المصلين على الميت فهو أفضل وأرجى للقبول. فإن لم يصلي عليه إلا واحد من المسلمين كفى وتأدى به الواجب، خصوصا إذا لم يحضره في المكان إلا واحد، وكان في تأخيره أو نقله لتحصيل العدد الكثير ضار، فإنه يصلي عليه من حضره من المسلمين ولو شخص واحد ويتأدى به الواجب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفروض الكفايات إذا قام بها رجل سقط عن الباقين، ثم إذا فعل الكل ذلك كان فرضا، ولا تسقط بالصلاة عليه بعد الدفن، بل تقديمها واجب، فيأثمون بدفنها قبل الصلاة. انتهى كلامه. وتسن الصلاة على الميت جماعة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم، واستمر عليه عمل المسلمين. ويسن أن يكون المصلون على الميت 3 صفوف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف من الناس فقد أوجب. رواه الترمذي والحاكم وصححه. وكلما كثرت الصفوف فهو أفضل، ولو صلوا عليه فرادا جاز ذلك، ولكنه خلاف الأفضل. ولا مانع من صلاة النساء على الجنازة ويكن خلف صفوف الرجال، ولا بأس بصلاتهن على الجنازة منفردات عن الرجال، تأمهن واحدة منهن أو يصلين عليها فرادا، كل ذلك جائز. والسنة أن يقف الإمام والمنفرد حال الصلاة على الجنازة عند صدر أو رأس الميت الذكر ووسط الأنثى، ويكون رأس الميت مما يلي يمين الإمام. وصفة الصلاة على الميت أن يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ سورة الفاتحة سرا، لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، ولا نستفتح ولا نقرأ سورة معها. وروى البخاري عن ابن عباس أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب،
وقال لتعلموا أنها سنة. ثم بعد الفراغ من قراءة الفاتحة يكبر التكبيرة الثانية ثم يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت بعدها بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. ويدعو بأحسن ما يحضره من الدعاء ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. ثم يدعو للميت فيقول: اللهم اغفر له وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. هذا الدعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي حفظه والدعاء بما يحضره منه، وإن كان المصلي وإن كان المصلى عليه صغيرا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. ويجوز الدعاء بغير ذلك مما وردت به السنة وبما يحضر المصلي، فيجتهد بما يحضره من الدعاء، لكن إذا حفظ هذه الأدعية ودعا بها فإنه أحسن. ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويقف بعدها قليلا ولا يقول شيئا، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. هذه صفة الصلاة الجنازة كما نقلها الخلف عن السلف، وروى الشافعي والحاكم وابن الجارود، وقال الحافظ: رجاله مخرج لهم في الصحيحين عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم. ولفظ الحاكم أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أنه من السنة. ومن فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه صلى على قبره. قال الإمام ابن القيم: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، فصلى مرة على قبر بعد ليلة، ومرة بعد ثلاث، ومرة بعد شهر، ولم يوقت في ذلك وقتا. قال أحمد رحمه الله: من يشك في الصلاة على القبر؟ ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الجنازة صلى على القبر من ستة أوجه كلها حسان. انتهى. أيها المستمعون الكرام، إلى حلقة قادمة بإذن الله لنواصل معكم الحديث عن أحكام دفن الميت، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.